يشهد ميناء عدن محاولات حثيثة لتنشيطه واستعادة الخطوط الملاحية الدولية التي غادرته في الأعوام الماضية. بصول هذه الباخرة الصينية العملاقة يدشن عودة الخط الملاحي كرابع خط يعود إلى الميناء بعد انقطاع لأكثر من 3 أعوام. إعادة تنشيط الميناء مرة أخرى هذه مسألة واضحة جدا، لأنه كثير من الخطوط في الفترة الماضية غادرت من الحاويات، والآن بدأنا نستعيد خطوط رئيسية مثل إيفرغرين، مثل كوسكو، MSC، والآن إحنا برضو بصدد أنه استعادة خط ميرسك لاين إلى ميناء عدن. ورغم عودة بعض الخطوط الملاحية الدولية وارتفاع عدد الحاويات الواصلة إلى قرابة الضعف، يقول بعض العاملين في ميناء الحاويات إن الميناء لم يشهد إنشاء خطوط ملاحية جديدة أو تغييرات مهمة على صعيد التحديث والتطوير. شوف، من ناحية تحسين، يعني تحسين من ناحية معدات، كمعدات ما فيش معدات جديدة، ما قاش معدات جديدة، ما قاش حاجة، برضو ما رقاش الخطوط البحرية جديدة، مش خطوط جديدة. زياد الباخر اليوم واقين تصوروا انتم علينا كوسكو باخرة جديدة، هذه باخرة مش جديدة، هذه باخرة قديمة كانت تجي قبل 5 6 سنين كوسكو. اللهم عادوا لنا الآن، عادت الخط. لكن المسؤولين يؤكدون أن الميناء الذي يتمتع بموقع استراتيجي مهم جعله سابقا ثاني أهم ميناء بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود سيشهد قريبا عملية تطوير وتأهيل تكلف أكثر من $500 مليار ليستعيد مكانته السابقة. ميناء عدن بدأ مشروع تطويره وتأهيله وتم، وسيصل شهر 5 إن شاء الله الوفد الصيني بخصوص موضوع التطوير والتأهيل بأكثر من $500 مليار. ميناء عدن هو اليوم استقبل حاويات ترانزيت من جديد. على الرغم من المحاولات الجارية لإعادة تنشيط خطوط الملاحة الدولية إلى ميناء عدن، فإن هذه الجهود ما زالت، وكما يقول العاملون في الميناء، تصطدم بتركة ثقيلة من البيروقراطية والفساد. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، ميناء عدن.